السبب التواجد ديالي باين، هو الورقة. شنو لقينا نقولك واحد الكلمة، نفس الشيء نفس الكلام نفس هذا. عندنا هاد الشيء الزحام وهاد الشيء الناس راه ماشي مفاجأة، المفاجأة هي إلا جيتي لقيتي الدنيا خاوية. أما هادشي الواقع كان منتظر، غير اللي كنطلبوا من الارام عاوتاني نعاودها معكم تانتم، هي تعطي لي زيد ديزاجونس يفكوا عليها شويه الخدمه، وتعطي تحل لو سيت ديالها يفك عليها الخدمه شويه، حتى الناس تفوت شويه وتقطع بزاف الحالات. ماشي ما عاديه، كيفاش هذا المغربي غادي يشوف بلادو وصل للدومي فينال؟ وكنظن الفرصه الوحيده اللي كاينه باش نشوف بلادي لعبه الدومي فينال وما نمشيش. هذه ما شوف نقول لك واحد الكلمه، حاجه عاديه هذه ديال المغاربه كلهم باغيين يمشيو، حاجه عاديه. يقدروا علاش يقدروا 30 طياره يقدر غدا الصباح تسمع عاوتاني 40 زادت 10 واحد اخرى. والله ينصر سيدنا، وكنظن بان هذه المساله هذه تدخل فيها سيدنا الله ينصر. الرساله ديالنا للاعبي المنتخب الوطني، الشعب المغربي معاكم، سير ونديروا النيه وغادي نجيبوا ان شاء الله لا ماشي لكم، غادي نجيبوا الدومي فينا. التنظيم كنظن بانه التنظيم في المستوى، ورغم اقبال المغاربه على التذاكر من اجل السفر الى قطر، اظن بانه المسؤولين عن هذه الوكاله كانوا في الموعد وكانوا في المستوى، والتنظيم راه لا يلاحظ اي انفلات في التنظيم. اقل ما يقال على هذا الاقبال بانه المغرب في قلوب المغاربه وفي عقولهم، والمغاربه الوطنية عندهم أولوية. طبيعة الحال المنتخب يستحق أكثر من هذه المؤازرة، وأظن بأنه الجماهير المغربية كانت في الموعد وكانت في المستوى وأدت واجبها وكانت من وراء هذا الإنجاز. والله نتمنى لهم الفوز، حققوا المطلوب منهم، ولكن نتمنى لهم المزيد. ولما لا كما قال الركراكي في بداية هذا المونديال، من حقنا أن نحلم، ربما الحلم سيصبح حقيقة. خويا جيت أخويا كان بروموسيو في التيكي ديال الخطوط الجوية، وجيت قطعت التيكي ديالي 5000 درهم ديال ألي وروتور، وتفراج راه فابور، دخلت تيران ميدان فابور، واش فهمتيني ولا لا؟ وإن شاء الله مربوحة ونتلاقاو مع الأرجنتين ونضربوها ونهزوا الراية المغربية ونوريو الإسلام العالمي.